تصريح صادم للدكتور محمد جمال معتوق: هذه القنوات لها موقف من أصحاب الاستقامة. صرح الدكتور محمد جمال معتوق على حائطه الأزرق بعض وسائل الإعلام التي تعاملت بمنتهى التجاهل مع صاحب أعلى معدل في المغرب في تخصص العلوم الفيزيائية خير فرنسية. واستنكر معتوق هذا التميز بسبب الاستقامة الدينية التي تظهر على ملامح المتفوق، خصوصا وأن ذات المنابر الإعلامية اعتنت بكثير من المتفوقين مع إهمال متعمد لصاحب أعلى معدل في المغرب نظرا لأنه صاحب لحية. وعلل ذلك بأن هذه القنوات لها موقف من أصحاب الاستقامة ولا تريد أن تجعل منهم قدوة للمراهقين، وحسب قوله: مخصهمش المراهقين يخدوه قدوة لهم، لأنه غيطلع جيل مستقيم يجمع بين الدين والدراسة.